ترأس وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف اجتماعا مع وحدة تشغيل المدارس المصرية اليابانية، ووجه الوزير بتطوير المنصة الرئيسية للموقع الخاص بنظام إدارة التعليم للمدارس المصرية اليابانية والعمل على المراجعة الدقيقة واللغوية للفيديوهات المتضمنة للمنهج والتأكيد على أن تتضمن فيديوهات تفاعلية. كما شهد الاجتماع استعراضا لنظام التعليم بجميع المراحل داخل المدارس المصرية اليابانية وآليات التطبيق العملي وتنفيذ الأنشطة.